بدأت وزارة الإسكان تسليم عقود 144 وحدة سكنية للمنتفعين من مشروع بلاد القديم الإسكاني، وذلك في مقر الوزارة صباح اليوم. وبعد توقيع العقود تحول مباشرة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم تسليم المفاتيح للمنتفعين. مشروع آخر يدخل حيز التسليم ويقلص قائمة الانتظار، فعلى مساحة تزيد على 5 هكتارات عمر مشروع إسكان بلاد القديم بموقعه الاستراتيجي، وتم الانتهاء منه بشكل تام من حيث الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، حتى أن وزارة الإسكان شرعت صباح اليوم بتسليم عقود الوحدات السكنية إلى منتفعيها من أهالي المنطقة ممن لهم أولوية الانتفاع. اليوم عندنا توزيع 144 وحدة سكنية في مشروع البلاد القديم الإسكاني. طبعا توزيع هذه العقود يأتي في إطار التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإنشاء وتوزيع 40,000 وحدة سكنية على المواطنين. طبعا هذه التوجيه تم ترجمته في برنامج عمل الحكومة بإنشاء 25,000 وحدة سكنية خلال 4 سنوات. طبعا بناء على برنامج عمل الحكومة، والله الحمد، اليوم احنا ماشيين في إطار زمني واضح لإنشاء وتوزيع الوحدات السكنية. إرشادات هامة تقدمها وزارة الإسكان على شكل محاضرة أثناء تسليم العقود للمنتفعين، وذلك حرصا منها على سير بنود عقد الانتفاع بإجراءاتها السليمة. وبعد هذا الإيجاز المهم، أخذ المعنيون يتلقون استفسارات المنتفعين، ومن ثم تم الانتقال مباشرة إلى توقيع العقود. وقد أعرب المنتفعون عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإسكان على سرعة التنفيذ والتسليم وعلى ما تقدمه الوحدات من مواصفات. جدا سهلة الإجراءات، وبالعكس يعني من موظفين يعني مسهلين علينا كل الأمور، شرحوا للجماعة، بالعكس واجد يعني سهلة الإجراءات الحمد لله. كلمة شكر أوجهها للقائمين على المشروع، وبالأخص وزير الإسكان والمهندسين، إضافة إلى أن المشروع يعني فيه المواصفات المطلوبة والخدمة المطلوبة، يعني يغطي جميع الخدمات حق المواطن أو حق المستفيد من الخدمة. مجمع سكني يلتحق بمحافظة العاصمة وبما سبقه من مشاريع وأخرى عديدة قادمة، وجهود مضاعفة من وزارة الإسكان لتنفيذ 40,000 وحدة سكنية أمر بتنفيذها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. بسام البدوي لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.